عايزة انتقل لملف آخر، وهو محاولات الجماعة الإرهابية إن هي برضو تتوغل ويبقى لها دور خبيث كالعادة يعني في عدد من دول الخليج من خلال عناصر إخوانية إرهابية موجودة هناك. شايفة مخططهم ده إزاي هو دايما ومحاولاتهم واستمرارها شايفة بالضبط؟ هم يعني أنت عارفة هم زي ما قلنا أهل الشر، فما يعرفش يعيش من غير شر. لو ما ارتكبش شر يحس إنه مات، يعني هو عايز يحس انه عايش فيعمل ايه؟ يبقى يأذيكي ويأذي هو. يعني فكرة انه هم اتضربوا في مصر والمصريين رفضوهم تماما رغم كل الهجص الغربي بتاع الانقلاب، يعني كلام يعني الحقيقة بقى الواحد مش طايقه يعني. لكن النهاردة لما يروحوا الخليج هم بياخدوا بيستثمروا فلوس كتير وعندهم اعمال كتير، زي ما طلع محمود عزت ورا النهارده شوفي كام واحد مليارديرات عندهم للاسف بتمويل الجماعه، وللاسف ناس كنا بنحبها يعني وكده وبنحترمها، يعني زي محمد ابو تريكه مثلا اللي طلع ان هو مشارك حد برضه دول اللي عايزين يمولوا الارهاب. يمولوه بايه؟ بان هم اتضربوا في مصر وهم يروحوا بقى الخليج اللي مش عارفينهم يقولوا ده يعملوا ايه، وانعكاس ده امنيا وسياسيا على دول الخليج لا إيه؟ طبعا انعكاسه مهبب، لانه برضو حتى على دول الخليج هم ما يعرفوش يعملوا حاجه تانية. هم حتى في اوروبا بيعملوا كده، بيروحوا يخربوا حاجه، بيروحوا يدمروا حاجه، بيروحوا يقتلوا ناس، هم في كل حته كده، ويقول لك ناخد فلوس اكتر ويبقى عندنا سطوه اقوى يعني في دول الخليج. ودول الخليج طبعا يعني ثرية جدا، لأن عندهم البترول والغاز موجود كده من غير حاجة يعني. فالمشكلة إن هم بيروحوا هناك، أنت عارفة إن في واحد منهم أدوات تجميل يعني مواد بتاع التجميل يعني. طب ده إيه؟ لأن هو ده اللي بيخليهم يمولوا الإرهابيين وفي المخططات اللي هم عايزينها. الدولة اللي هم عايزين يضربوها بيروحوا مدين فلان ده مثلا، يلا يا ابني تعالى، وحتى لو مت انت هتروح تلاقي حور العين ولا اللي في الجنه دول مستنيينك على الباب عمالين يقولوا هو فين. يعني حاجات غريبه جدا وفيها برضو استغلال للقفله اللي حصلت لنا والسطوه اللي بيعتبروا نفسهم اوصياء علينا، وإدنا بدل اقرا يقول لك اخرس. لا مفيش كلام، لا لازم نتكلم ولازم نتناقش ولازم نبتدي ننتقد الجوانب السلبية اللي فينا علشان نقدر نتخلص منها ونأكد الإيجابي ونرسخ الإيجابي فينا. طيب عايزة أروح للعلاقات بس على فكرة بس عايزة أقولك حاجة حلوة قوي بالنسبة لمخابراتنا العظيمة، إنها بلغت دول الخليج بالجماعة دول.